خالد ما شويه حسيتكم شويه الفيضانات وشويه، ولكن انا سعيد انني عشت مع المواطنين ذاك الحاله. هي مناسبه بالطبع باش نقول بان ذاك الشيء اللي وضعناه كاولويات عندهم منطقه. اليوم هذه المساله ديال فك العزله، الوضع اللي كيعيش فيه العالم القروي والمناطق النائيه، جاء الوقت باش نعطيوه الاولويه. صحيح انا ودرت بزاف د الحوايج، ولكن دابا خصنا نسرعوا الوتيره ونعطيو الامكانيات. هذا هو اللي غادي يعطي لبلادنا داك القوه ديالها، هاد التوازن هذا، وان المواطنين كلهم يعيشوا في اطار الكرامه ديالهم في بلادهم بالعنايه والاعتناء الضروري. كنقول بانه هذا ما ينتظره المواطنون. الحملات الانتخابيه تمر، اللي كيبقى هو الالتزام في اطار الصدق والوفاء، وهذا هو اللي غادي يفكر. كيفاش يقولوا الرباط تفكر المناطق النائيه في الانتخابات؟ يا اخي نقول لك اسمح لي نكمل معاك نكمل معاك. لا السؤال واضح، لا السؤال ديالك واضح. انا ما كرهتش انه كل اسبوع نهبط ونزور المناطق. صحيح انه المهمه اللي كنت فيها ما كانتش كتسمح لي باش نقوم بهذا الشيء هذا، ولكن هذا ماشي معنى كيعني انه ما كاينش اهتمام وما كاينش احساس بضروره التواصل المستمر. نتمنى انه دائما الانسان دائما كيبقى في الامل بالنسبه للمستقبل. هذه قضيه كنحملوها ومؤمنين بها، وكنعرف بانه بلادنا قاده باش تدير وعندها القدره والامكانيه باش تديرها. كنقول انه اليوم هذه الاولويه خصها تكون واضحه، هذا الالتزام خصو يكون واضح، والتفعيل عندنا قدره باش نفعلوا، لان الحمد لله راكمنا تجارب وعندنا معرفه وعندنا علاقات وعندنا كذلك ثقه ديال يعني ديال المؤسسات الدوليه والمؤسسات الماليه باش تواكب معنا هذه المشاريع التنمويه على المستوى ديال الاقاليم والجهات. كيف ما كتعرفوا عرفت جوج ديال الوزاره ديال الشباب والرياضه، حزب عنده بطلة أولمبية سابقة، وعنده كذلك حزب عنده كذلك عضوة ديال اللجنة الدولية الأولمبية اللي هي تقريبا المظلة ديال جل الرياضات والهيئة الدولية اللي كتشرع الرياضة على صعيد الدولي. وعندنا كذلك حزب اللي الرئيس ديالو كان عميد فريق كرة السلة في السبعينات، واللي كان معايا كذلك في عدد ديال البعثات اللي خرجنا بها البلد اللي كانت الالعاب الاولمبيه سبليت في السبعينات. اذا هذا الشيء كامل ما يمكنش لنا ان نجعلوا الدور ديال الرياضه يكون دور دوني. الرياضه غيكون عندها واحد المكانه خاصه في قلب حزب التجمع الوطني للحرام، وهذا وعد لان ما غيمكنش يتقدم يعني هذا الجيل وحنا غاديين الى الوراء، خصوصا عرفنا ان مغاربه دون شيء وصول الى مبتغى الى باش يرفعوا العالم المغربي في عدد من المحافل الدوليه. صحيح ان النتائج كانت ماشي في المستوى المبتغى جل المغاربه، ولازم اننا نوضعوا لهم جل يعني الوسائل باش انهم يزيدوا الى الامام، خصوصا حنا مقبلين على خارجين واحد المحطه اللي هي الالعاب الاولمبيه اللي كانت في البرازيل في ريو. كانت خيبه امل، كانت بالنسبه لنا واحد يعني كانت خيبة أمل، باش من هذه هي الصورة السوداء اللي رجعنا بها من رجعنا بميدالية يتيمة، وهذا ما تنظنش هو المغرب اللي بغينا، وهذا هو النتائج اللي كنتمناو لبلادنا. كانت نتائج جد طيبة بالنسبة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وإحنا عندنا محطة مهمة في سنة 2020 مقبلين على ألعاب أولمبية في طوكيو باليابان، وهذه مده ربما اللي يمكن لنا احنا نوجدوا كحزب باش ندفعوا الى عجل بها الى عجل التقدم باش اننا نرجعوا بميداليات، خصوصا كنشوفوا ان جيراننا وعدد من الدويلات الصغيره اللي ما عندناش امكانيات ورجعت بواحد احلام بهرات العالم كجامايكا وكناميبيا، عدد من الدول اللي من امكانيات جدا الى رجعوا بنتائج جد كبيره. Thank you.
هذا ما يدار يا عزان بهرة بهرة بركات مرحبا بكم. فك العزلة بين الأولويات وكذلك تنمية العالم القروي، هذه أولويات واضحة في البرنامج ديالنا، لأن داكشي اللي كينتظروا المواطنين، المواطنين اللي كينتظروا من الحكومة المقبلة أنها تسرع الوتيرة ديال هادشي هذا، وعندنا القدرة باش نديروه. بلادنا عندها مصداقية، بلادنا عندها احترام، بلادنا بينت بأنه عندها قدرة باش تبني وباش تزيد بلا بترول بلا غاز. بكم وبالمواطنين وبالمغاربة وبالسعيد ديال المغاربة وبالذكاء ديال المغاربة وبالغازي ديالي.